دكتور، هل ممكن مشاكل وأمراض الأوعية الدموية في القدم مع الوقت توصل لشخص إن هو مش قادر يمشي، تتوقف حركته تماماً؟ شوفي يا استاذ هند، انا يعني بحكم خبرتي في المجال دول، انا شفت بنات صغيرين عمرهم عشرينات بيوصل بيهم الحال انه يجي يقول لي اقطع لي رجلي عشان اقدر امشي. تخيلي لما يكون حد وزن رجله يوصل ل 70 كيلو، في الاخر هو مش قادر يتحرك، مش قادر يشيل رجله، فلو سمحت يقول لي لو سمحت اقطع لي رجلي علشان اقدر ان انا اركب طرف صناعي وامشي. ده شيء قاسي جدا يا دكتور. قاسي جدا يا فندم. احنا في بعض الامراض زي مرض بيرجر، ده بيصيب الاوعيه الدمويه، ده عباره عن حساسيه في الاوعيه الدمويه ضد التدخين. هو يشم الدخان بتاع السجاير او بعض انواع النيكوتين وبعض انواع الكربون، يحصل له انسداد في الاوعيه الدمويه. لك ان تتخيلي حضرتك ان ممكن مريض عمره 33 سنه يحصل له غرغرينه في رجله والم بشع، ما بيناموش من النوم لمجرد انه شم الدخان، يعني ما دخنش، حتى مش دخن، هو تدخين سلبي، يشم الدخان فقط. فقط يوصل به الحال انه عايز ينتحر من شده الالم، وده حصل قدامي، ينتحر من شده الالم، ولدرجه حصل له نوع من البانيك اتاك، يعني كانه حصل له حاله هستيريه، وفي الاخر شيل لي رجلي عشان اقدر اعيش. في الاخر خالص ليه يا دكتور شيل لي رجلي عشان اقدر اعيش؟ هي ملهاش علاج. هو اتاخر جدا في العلاج، هو اتاخر في العلاج، هنا بقى في العلاج. وعايز اقول كمان ان كتير من المرضى مش بيحبوا يتبعوا اساليب العلاج، بمعنى في بعض الامراض اول حاجه في علاجها بطل تدخين، هو مش عايز يبطل. انا كنت لسه هقول كده، ما يمكن هو كمان مدخن. ما ده حقيقي، هو فعلا مدخن. هنا برضو يا دكتور المشكلة يعني بتتوقف بشكل كبير عليه هو، يعني هو لو همه صحته، هو لو همه انه ما يحسش بالألم الفظيع اللي هو بيشعر بيه ده يبطل تدخين. ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي. لو احنا حبينا نتوسع اكتر في الموضوع دوت، عايزين نقول ان جزء كبير جدا من مرضى السكر ممكن بكل بساطة يحافظوا على رجليهم من مشاكل القدم السكري بحاجة بسيطة جدا، ان هم يبطلوا تدخين ويعملوا رياضة ويظبطوا سكر. هنتكلم على القدم السكري يا دكتور بشكل مفصل اكتر، بس اخد تليفون سعديه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اتفضل الدكتور معايا. اتفضلي يا فندم. ايوه الدكتور معايا. مدام سعديه اتفضلي. أيوة. حياتك، قولي سؤالك على طول واحنا سامعينك. انا دلوقتي عندي السكر والضغط والتنميل في رجلي في ايدي بطريقه مش معقوله، انا مش عارفه انام منه دلوقتي، لحد كوعي التنميل وصل لحد كوعي، وبعدين بدات رجلي كمان ان انا حتى المؤاخذة يعني الحاجه اللي انا لابساها تتقلع مني. طيب هل دي يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ وباخد علاج، يعني باخد علاج كويس؟ دكتور عايز تساله حاجه؟ لا يا فندم. طيب انا بشكرك جدا ومتابعينا دكتور. طيب هو الكلام اللي الاستاذه سعديه بتقوله ده احنا فعلا بنشوفه كل يوم. من مشاكل السكر انه بيعمل حاجه اسمها التهاب في الاعصاب الطرفيه، بمعنى السكر بالفعل بيحرق الاعصاب الطرفيه. استاذه هند، هو حريقه فعلا، حرق. فالمريض بيحس مش بسخونه، بيحس بنار، بيحس بلسع. تخيلي حضرتك لما يكون حد بيجيب عود كبريت ويطفيه في ايد المريض او في رجله، لسع، وبعدين عصب ورا عصب ورا عصب يتحرق، في الاخر خالص في نار، يعني في نار في رجله، فعلا مش بيقدروا يناموا اطلاقا. بالاضافه الى ان الاعصاب دي لما كلها تتحرق نقدر نقول ان هي خلاص بتخلص، فالمريض يبدا ما يحسش برجله، يفقد الاحساس، يفقد تماما الإحساس بالمكان ده، لدرجه ان الشوز ممكن لا قدر الله يتقلع منه وهو مش واخد باله. المفروض ان في بعض الاعصاب في رجلينا واحنا واقفين هي اللي مدينا الاحساس بوقفتنا، هي اللي مدينا الاحساس بجسمنا. لو انا غمضت عيني انا حاسس باللي حواليا كله باحاسيس في رجلي. يعني ممكن الشخص يا دكتور يفقد اتزانه لو هو فقد الاحساس؟ هو ده بالظبط، يفقد اتزانه، يفقد. لدرجه اكتر حاجه الناس بتيجي تشتكي منها، انا لما باجي اغسل وشي واغمض عيني وانا بغسل وشي بقع، لان هو خلاص فقد اتزانه، بمجرد هي عينه هي اللي مدياله الاحساس اللي حواليه والتوازن، ولكن هو فقد الاتزان الخاص برجليه بقدمه. بالظبط، لان ربنا خلق لنا حاجات في الرجل هي اللي بتحسسنا بالتوازن لو احنا مغمضين عينينا.
طيب خلينا نتكلم بقى في الكلام اللي هو العملي بقى بالنسبه للاستاذه سعديه. الاصل يا استاذه سعديه ان حضرتك بتظبطي السكر. لو ظبطنا السكر في بعض العلاجات الجديده احنا باذن الله بنديها بتحسن جدا جدا الاحساس دوت. الاحساس ده احساس بشع، مش بيخلي الناس تنام خالص فعلا، وبيخلي الناس عايشه وكل اللي حواليها قلقانين بسبب قلق المريض نفسه. في بعض الادويه الحديثه زي الجابابيبتين والبريجابالين، الحاجات دي بنديها للمرضى بتحسن جدا جدا الاحساس ده. هي بتلعب على توصيلات كيميائيه معينه، الاحساس ده بيقل كتير. حتى لو الاعصاب دي يا دكتور وصلت لمرحله ان هي متضرره تماما، ده حقيقي. الجزء الثاني ان احنا بندي ادويه تكمل وتبني اعصاب جديده. هي فعلا بتاخد وقت شويه لكنها بالفعل بتبني اعصاب جديده. بس هنا في مشكله صغيره، انه زي ما السكر لو عالي حرق الاعصاب القديمه، بالفعل لو السكر استمر عالي كمان هيحرق الاعصاب الجديده. عشان كده اول خطوه في علاج التهاب الاعصاب الطرفيه هو ظبط السكر، بعده انا اقدر ابني كويس جدا. انا بوعد حضرتك يا استاذه سعديه ان لو السكر اتظبط معايا لفتره 3 شهور ممكن جدا يتبنى اعصاب طرفيه جديده تحل محل القديمه باذن الله، ونبدا يعني نكمل ان شاء الله الاحساس ده يروح ونبدا نبني اعصاب جديده تحل محل القديمه. بس انا ما اقدرش احرث في الماء زي ما بيقولوا. لا، هي لازم عليها طبعا عامل كبير جدا، هي لازم تساعد ان السكر يبقى مظبوط لمده 3 شهور اكيد. ما ينفعش يا استاذه هند يبقى حد بيبني وحد وراه بيهد. صحيح. فلازم نبقى واقفين على ارض صلبه، نظبط السكر بعدها نقدر نحل المشكله دي تماما باذن الله. يعني مدام سعديه حياتك عليكي دور كبير جدا، وهو يعني خاص بتظبيط السكر عشان ينفع انه تتبني اعصاب جديده. طيب مين على التليفون؟ ايوه استاذه ايمان اتفضلي. ايوه ستي، انا ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا مريضه سكر من 2013 وكنت باخد علاج للسكر والتراكمي بتاعي على طول 6.3. ما شاء الله. فالفتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت، رجليا الاثنين حسيت فيهم ورم كده وتورم، فرحت الدكتور شرايين اداني حاجه سي اتش الفا بلس مع سيلوسيد وجينوفيل، والمهم انا خدت في كورس علاج بتاع 4 شهور. الحمد لله رجلي الحمد لله كويس. السكر بقالي شهرين ملخبط معايا، بص الايه 186 200، فيعني رحت الدكتور سكر تاني اداني علاج تاني وقال لي ماشي على العلاج الجديد اللي هو جونومين مع الديماكرون. بس انا حاليا دلوقتي الحمد لله السكر ظبط معايا، بس ايديا من عند كتفي من فوق بحس فيها ما اجي انام بالليل الم رهيب، يعني انا بتحرك بيها وبشتغل وكل حاجه.